في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 12 من ربيع الأول في كل عام يستذكر العالم الإسلامي يوم ميلاد ووفاة خير الخلق أجمعين، بيد أن الصحابة الكرام أجلوا الدفن وانصرفوا لأمر جلال من يتولى أمر المسلمين. وفي هذا عبرة، وأيما عبرة، لذا أتوجه في هذا اليوم وفي ظلال هذه العبرة إلى الله تبارك وتعالى أن يوحد صفوفنا بالتمسك بهدي نبيه الكريم وصحابته الميامين، وأتوجه إلى قادتنا ومجاهدينا وإلى علمائنا العاملين في هذه الظروف القاسية التي تمر بها سوريا، لأحملكم المسؤولية أمام الله بضرورة السعي الحثيث لإيجاد القواسم المشتركة لجمع الكلمة، مذكرا أن بيعة السقيفة تمت والحبيب لم يدفن بعد. في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.